أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة، والبداية بعناوين الصحافة المحلية. الصحونات: الأمم المتحدة تؤجل محادثات جنيف من الأحد للإثنين لتأخر أحد الوفود المشاركة. إصلاح أبيان عن الشهيد القائد محمد عشال ويؤكد مواصلة النضال ضد عصابات التمرد والإجرام. مكتب الصحة بتعز يدعو لسرعة تعويض المخازن بالأدوية التي أحرقتها ميليشيا الحوثي وصالح. المصدر لاين: الإعلان عن بدء إصلاح خطوط نقل الكهرباء بمارب. صالح والحوثي عدوان لليمن مرة وعدوان للزيود مرتين. بيان جديد للدول العشر: نرحب باجتماع جنيف لأولئك الجاهزين للالتزامات بحل الخلافات عبر الحوار. الخطوط الجوية اليمنية تبتز العالقين وتنهب أموالهم. المقاومة الشعبية تسيطر على رابع موقع استراتيجي للحوثيين في الجدعان. أناطق باسم الحكومة اليمنية للمصدر أونلاين: نائب الرئيس لن يحضر افتتاح مباحثات جنيف. المقاومة الشعبية في إقليم أزال تقول إن مسلحيها هاجموا نقطة الميليشيا الحوثي صالح في بني مطر وإن الهجوم خلف ضحايا. مندبرس: قتيلان و35 جريحا في قصف الميليشيا الحوثي على المدنيين بتعز. في جريمة جديدة، ميليشيا الحوثي تختطف طفلا في إب بإشراف قيادات أمنية أثناء مداهمة منزلهم للبحث عن والده الطبيب. الصحة العالمية: إصابة 3026 مواطن بحمى الضنك في عدد من محافظات الجمهورية. المشهد اليمني: التنظيم الناصري يدعو لوقف فوري للقتال ويحذر من فشل مؤتمر جنيف. مقتل سعودي وإصابة آخر إثر قصف الحوثيين لمحافظة صامتة جنوب السعودية. مارب بريس: المقاومة بتعز تفشل محاولة تقدم لقوات التمرد، والآلاف يشيعون جثامين 9 شهداء بينهم عشال. مصدر في غزية مارب يبشر المواطنين ببدء الفرق الهندسية إصلاح خطوط الكهرباء. خلافات بين المخلوع والحوثيين قبيل مؤتمر جنيف، والأمم المتحدة تجري محادثات منفصلة الأحد. الحوثيون يتكبدون خسائر في الأرواح والعتاد، ومئة جندي من الحرس الجمهوري غادروا جبهة القتال، و300 أيام من الحصاد بمارب. الإصلاح نت: الإصلاح يجدد دعوته للميليشيا لإطلاق قياداته المختطفة ويحذر من المساس بهم. مقتل عشرات الحوثيين في قصف طيران التحالف لمواقعهم في لحج. مقتل 20 مسلحا حوثيا بينهم قيادي في هجوم للمقاومة شمال الضالع. الخبر: اغتيال الضابط في الأمن السياسي الرائد مطلوب الطيابي في محافظة البيضاء. قوات التحالف تنفي استهداف التراث العالمي في أحياء صنعاء القديمة. وزير الخارجية: إذا قبل تنظيم داعش بالحل السياسي عندها يمكن أن نصدق قبول الحوثي وصالح به. عدن بوست: المقاومة تأسر قياديا حوثيا كبيرا في محافظة الجوف. الصحف العربية والعالمية: القدس العربي: مقتل سعوديين إثر إطلاق الحوثيين صاروخا أصاب مسجدا أثناء صلاة الجمعة في نجران. الشرق الأوسط: عراقيل الوفد الحوثي تؤجل جنيف 24 ساعة. خلافات بين الحوثيين والمتحوثين في الحديدة. الرياض السعودية: أنباء عن مقتل عبد الملك الحوثي. الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي وعصابة صالح ترتكب جرائم حرب. المدينة السعودية: اليمن: مقاومة آزال تتوعد الحوثيين برد مزلزل. اليمن: المقاومة في مارب تستكمل السيطرة على مواقع الميليشيا بالجدعان. الوطن السعودية: الجباري: لولا التدخل الإيراني لما وجدت مشكلة في اليمن، ولن نقبل شروطا حوثية في جنيف. سفير اليمن في الأمم المتحدة اليماني: طهران لن تحضر على طاولة جنيف. البيان الإماراتية: جنيف أمل اليمن وطوق نجاة الحوثيين، الانقلابيون أمام خيار الحوار أو يفوتهم القطار. الخليج الإماراتية: الحوثي يستهدف المساجد والتحالف ينفي ضرب صنعاء القديمة. السياسة الكويتية: 18 قتيلا وأسيرا وتدمير آليات عسكرية لقوات صالح والحوثي في محافظة الضالع، والمقاومة استعادت السيطرة على أمعين وتحقق تقدما في عدن. العربي الجديد: آمال ضعيفة على جنيف اليمني وتأجيل تقني إلى الاثنين. تفاصيل خبر: كشف مسؤولون يمنيون للشرق الأوسط أن سبب تأجيل الأمم المتحدة موعد بدء مشاورات جنيف يوما واحدا يعود إلى عراقيل تسبب فيها الوفد الحوثي في مطار صنعاء أمس. وقال مصدر مسؤول إن العشرات من الحوثيين وحلفائهم تجمعوا في مطار صنعاء الدولي أثناء وصول الطائرة الخاصة التي أرسلتها الأمم المتحدة لنقل الوفد الخاص بهم إلى جنيف، مما أدى إلى تدافع عدد كبير منهم نحو الصعود للطائرة ذات الحجم الصغير، مشيرا إلى أن شروط حضور المشاورات تقضي بأن لا يقل عدد الوفد عن 7 أشخاص ومعهم 3 من المستشارين.
وأوضحت مصادر أخرى في الأمم المتحدة بنيويورك أن جماعة الحوثيين تختلق عقبات لوجستية صغيرة مثل إصرارهم على الإقامة في فندق غير الذي سيقيم به ممثلو الحكومة اليمنية ومراوغتهم بخصوص أجندة الاجتماعات مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وإصرارهم على ترتيب اللقاءات المنفصلة بحيث تبدأ اللقاءات معهم أولا قبل المشاورات مع الوفد الحكومي اليمني إضافة إلى طرح مطالب كانوا تراجعوا عنها في محادثات سابقة. صنعاء اليوم: إذا لم تشارك في وقفة احتجاجية ضد هذا الوضع الميليشاوي أو تظاهرة صغيرة أو كبيرة، لم تنتقد ولم تكتب ولم تنشر ولم تساهم بمعلومة، فما هو نوع المواطنة الذي يجمعك بالمقاومين في كافة مديريات اليمن ومحافظاتها؟ استمرار السكوت على اختطاف جيرانك أو اقتحام منازلهم أو نهب محلاتهم أو مصادرة ممتلكاتهم أو تعسفهم بتهم ظالمة يعني أن الدور القادم عليك وبرضاك أنت، وأنت من استدعيتهم بخنوعك وعدم مؤازرتك لجارك ولو بالكلمة. لا ترضخ لسياسة التجريب التي تطبقها الميليشيا على عينة عشوائية من المجتمع، فإن قبلوا بها وسكتوا عنها وصلت قذاراتها، وإن فشلت بحثت عن غيرها، فأين هي ردة فعلك؟ قاوم، وإلا وجدوا فيك عينة مناسبة لعبثهم القادم. الصحافة الجديدة. على صفحتي في الفيسبوك يكتب شفيع العبد قائلا: استشهد نجله وخاله وصهره وشقيقه وما زال يتعرض للتخوين والتشكيك، يتقدم الصفوف مقاوما والحزن الشخصي يسكنه، لكن حزنه العام أكبر، حزنه على مدينته التي تدمرها الميليشيا حقدا وانتقاما وتقتل ساكنيها دون تمييز بين شمالي وجنوبي أو متحزب ومستقل. حمود المخلافي خسر أهله وربما يخسر روحه، لكنه لا يبالي بالأعداء، فما بالكم بالشامتين المشككين. ما أقدر الفرز الحزبي والمناطقي والجهوي في زمن الحرب التي توزع الموت عبثا. في تعز مقاومة حقيقية كما في عدن ومارب والضالع، وفي تعز رجال مقاومة كحمود المخلافي. أما خالد الرويشين فيكتب على صفحته في الفيسبوك أيضا عن حمود المخلافي قائلا: حمود المخلافي يفقد أخاه بعد ولده دفاعا عن تعز، قد تتفق أو تختلف معه لأي سبب وكما تشاء، لكن الرجل لم يخرج من تعز لقتال الآخرين في محافظاتهم، هل يماري أحد في ذلك؟ يقاتل بنفسه ويفقد أبناءه وأقاربه دفاعا عن مدينته، هل يماري أحد في ذلك؟ معركة تعز وقبلها معركة عدن طعنتان تهتكان جسد اليمن وتمزقان النسيج الاجتماعي وتفتكان بأواصر المواطنة في هذا البلد. حمود المخلافي بطولة في محلها في مكانها وزمانها. في تويتر يغرد عبد الملك شمسان على حسابه قائلا: يستميت صالح والحوثيون لتحقيق أي تقدم ميداني يدخلون به جنيف منفوخي الصدور، ويبدو من مضاعفتهم القصف على تعز أن هذه الجبهة هي خيارهم، لكن يومهم ليس أفضل من أمسهم. أما دكتور أنور غرقاش فيغرد: إذا حصدت السعودية الكراهية في اليمن كما يدعي أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، فهل لنا أن نسأل ما حصدته طهران في سوريا وغيرها؟ محمد مختار الشنقيطي يغرد على حسابه في تويتر قائلا: أمريكا أقرب للرؤية الإيرانية في اليمن منها إلى الرؤية السعودية، ولا حل للسعودية إلا الخروج على السقف الأمريكي واستقلال القرار الاستراتيجي. إذا لم تخرج السعودية على السقف الأمريكي فتتحول اليمن والسعودية كليهما إلى جبهة حرب بين السلفية الجهادية والجماعات الشيعية المرتبطة بإيران. الموقف الأمريكي المراوغ في اليمن دليل جديد على أن إيران أصبحت حليف واشنطن الفعلي، والدول العربية مجرد أوراق أمريكية لتحسين شروط هذا الحلف. خيار أمريكا في اليمن هو منع هزيمة الحوثيين وإيران، وخيارها في سوريا هو منع هزيمة الأسد وإيران، ومع ذلك يراها المغفلون عندنا ظهيرا ونصيرا. أخيرا الناشطة توكل كرمان تغرد على حسابها في تويتر قائلة: الحوثيون وداعش وجهان لعملة واحدة، هذه الحقيقة يدركها تماما من يمر على الأطلال التي خلفتها ميليشيا الحوثي جراء قصفها وتدميرها لمدن اليمن. بهذا القدر أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم، نلتقيكم في حلقة الغد، إلى اللقاء.